بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الأعزاء، طلاب الصف السادس ابتدائي، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل عملية مراجعة على الورقة الأولى يونت 1 بالكامل. ليسون 1 We work in the community garden. ناخد بالنا ان ليسون 1 and ليسون 2 هما من أهم الليسونات الموجودة في الورقة الأولى. كيف وكاب الكلمات الرئيسية، apartment block apartment block apartment block عمارة سكنية. chemicals chemicals مواد كيميائية. natural fertilizer natural fertilizer fertilizer سمات طبيعية. طبعا بعيد الكلمة أكتر من مرة عشان لو الكلمة وقفت معاك. roof roof سطح. harvest harvest يحصد. community garden حديقة مجتمعية. ناخد بالنا من الكلمة دي كويس جدا. community gardens أو community gardens حديقة مجتمعية. fresh طازج. green space green space المساحات الخضراء أو المساحة الخضراء. volunteer volunteer أنا متطوع. ناخد بالنا من الكلمة عشان مهمة برضه. أورجانيك أورجانيك معناها عدوي، يعني مثل عدوي يعني مفيهوش حاجة كيميائية. ماركت سوق مهمة. بيبرز فلفل. هيلث صحة. فيجيتابلز خضروات. أنت عم أو خالة. أريا أريا منطقة. نيبرهود نيبرهود خد بالك ان كلمة نيبر هي الجي اتش اللي تنطق ان جاي بعد الاي، يبقى نيبرهود حي. ناخد منها مهمة، كلمة منها مهمة بقول لك عليها. لوكال لوكال محلي. ليتس 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 معناها خاص. بلانت بلانت نبات. ليمنز 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 مسناش ليمونز غلط، ليمنز معناها ليمون. dates dates طم. onions onions بصل. tomatoes tomatoes طماطم. balcony balcony معناها بلكونة. regular and irregular verb الأفعال المنتظمة والأفعال غير منتظمة. produce ينتج. need يحتاج. plant يزرع والماضي بتاعهم من دفلوم الايدي. جو ينمو او يزرع. جو زرع. سل يبيع. سولد باع. ميت يقابل. ميت قابل. important exhibitions التعبيرات المهمة. on the roof of على السطح. good for جيد لي. ناخد بالنا من جدي. in the middle of في المنتصف. a good place to مكان جيد لي. on Friday afternoon في أوقات الظهيرة يعني بعد الظهر يوم الجمعة. that's interesting هذا ممتع أو شيق. all the time طوال الوقت. that's not all لي هذا ليس كل شيء. from one square meter من مساحة متر مربع واحد. make friends يكون صداقات. come from يأتي من. it sounds good هذا يبدو رائعا. تعال نحل. farmers space a lot of crops every year الفلاحون حاجة المحاصيل كل سنة. ها سمع الشاطر بيقول لها مستر تبقى كلمة احصد. برافو عليك يا فعلا كلمة ايه يحصد اللي هو كلمة اسمها harvest. we grow nice flowers on the يعني بنزرع الزهور نزع الزهور على حاجة اوف our apartment block. برافو سامع حد بيقول لمسه على الايه الوف. excellent. she helps in the local in a local school as a هي بتساعد في مدرسة محلية ك. برافو هي كانت بتساعد يبقى volunteer متطوع. number 4 space is a good for the soil حاجة
هي كويسة جدا للسويل. السويل معناها الايه؟ التربة. يبقى ناتشر فيرتلايزر السماد الطبيعي. اوكي. listening and reading. where does Mariam go on Fridays؟ أين تذهب مريم في أيام الجمعة؟ no school tomorrow. do you want to come to my house؟ ما فيش أجازة بكرة، ممكن تيجي بيتي. thanks Noor. but I always help my aunt on Friday afternoons as a community garden. شكرا، أنا في يوم الجمعة بعد الظهر دايما بروح أساعد عمتي في community garden، الحديقة المجتمعية. the community garden. what is that؟ ما هذا؟ أو بتتكون من إيه أو إيه دي؟ it's a big green space on the roof of my aunt Selma's apartment block. The people who work there are all volunteers from the neighborhood. يعني ايه؟ هي مساحة كبيرة خضراء بتكون على الروف او السطح بتاع الشقق او العمارة السكنية الموجودة في المنطقة. كل الشغالين هناك volunteers، متطوعون من الحي او الجيرة. يعني يجي مثلا زي العمارة الموجودة في ابن بيتك هنا كده، يحامل ايه فوق العمارة دي؟ يعني حاجة اسمها community garden، حديقة نباتية. والناس اللي شغالة فيها هي ناس ما بتاخدش فلوس، شغالين من غير مال ببلاش، بيزرعوا بقى فيها. طب بيستفادوا ايه؟ بيستفادوا ان هم ممكن يوزعوا او يبيعوا الحاجات دي ويستفادوا منها، وبالتالي هم استفادوا من المساحة الخضراء الموجودة او المساحة الموجودة فوق السطح. We grow vegetables to eat and sometimes we sell them in the market too. كمان احنا بنبيع، يعني بنعمل خضار عشان ناكلها، واحيانا بنبيعهم في السوق. That's interesting. What things do you grow? هذا ممتع. إيه الأشياء اللي أنتوا بتزرعوها؟ Well, we usually plant tomatoes, peppers, onions, lettuce, things people eat all the time. إحنا بنزرع الطماطم والفلفل والبصل والخس والأشياء الناس بتاكلها. Sometimes we also plant fruit trees. كمان ممكن نحط الأشجار أو بنزرع أشجار كمان الفاكهة. This year we have lemons and dates. احنا في هذه السنة احنا عندنا شجر الليمون والتمر. Yes, it means people can grow their own fresh food and it's organic too. Which mean we only use natural fertilizer. We never use chemicals. نعم، هذا يعني أننا بنزرع حاجات خاصة بنا والطعام بيكون طازج وطبيعي. وهذا بيعني أننا فقط بنستخدم السماد الطبيعي وليس الكيميائي. يعني إيه السماد الطبيعي؟ مثلا يعني مثلا السماد دايما بيكون من فرائس الحيوانات وهكذا. Does your garden produce a lot of vegetables؟ هل تنتج حضرتكم الكثير من الخضروات؟ Yes, it does. أيوه، بتزرع. From just one square meter of roof garden, كل متر مربع من الحديقة دي, we can harvest 20 kilos of vegetables a year. بنزرع، يعني بناخد كل متر بناخد عليك 20 كيلو من الخضروات كل سنة. And that's not all. مش كده بس. Roof gardens also help clean the air in the city. كمان بيساعد ان الجو في أو الهواء الموجود في المنطقة بيكون نقي. Which is good for people's health. وده بيكون يساعد الناس كويس. And they are a great place to meet people and make friends. ده مكان كويس كمان إنك تقابل الناس وتعمل أصدقاء كويسة. أوكي؟ تمام. تعال نحل كده السؤال ده. السؤال ده بتحل ازاي؟ اول حاجه طبعا لازم نترجم الكلمات الموجوده عندنا فوق اللي هي في المربع ده، عشان يقول لك read and complete the text with the words from the box. احنا بنقرا ونكمل الكلمات او القطعه بالكلمات الموجوده فوق. انا دايما عندي حل في الطريقه في السؤال ده، بيسهل على الطالب جدا. اول حاجه لازم نترجم الكلمات اللي فوق، لو ما عرفتش ترجمها مش هتعرف تحل. friends اصدقاء، plants نباتات، roof سطح، سيل يبيع، وكلمه متر يعني متر. طيب بعد ما ترجمناهم نخش على طول على النقط رقم واحد، ما نقعدش نقرا القطعه كلها عشان ما نتعبش، لان في طلاب وهي بتقرا القطعه ما بتعرفش تترجمها.
أو مش كل الكلمات موجودة يعرف يترجمها. نمبر 1، هنيجي على رقم 1 كده وهنمشي قبليها أهو، رقم 1 أهو، هنمشي قبليها كده حوالي 4 كلمات ونترجم ونبدأ نحط الكلمات الموجودة فوق. Community garden on the، الحديقة النباتية بتكون على، حديقة الحدائق المجتمعية بتكون على، أكيد طبعا بتكون على إيه؟ على روف، روف هنا رقم 1. شفت الموضوع سهل إزاي؟ نمبر 2، هنمشي قبليها برضه كلمتين. Sometimes they، أحيانا هما، نقط ذم، أحيانا هما حاجة ذم، يبقى إيه؟ سل ذم، بيبيعوهم، أحيانا هما بيبيعوهم. بس نعمل رقم 2 كده، اوكي. نمبر 3، نمشي قبليها زي ما اتعودنا. Garden is a good idea because the not also help to clean the air. ان هو فكرة كويسة لان هو حاجة بيساعد الهواء النقي. ان ايه؟ ان plants، طبعا النباتات هي اللي بتساعد الهواء النقي. نمبر 4، نمشي قبليها. It is a good place to make new، إنه مكان كويس عشان نعمل إيه؟ Make new إيه؟ Make new friends، نعمل أصدقاء جدد. أوكي كده، كده الموضوع اتحل. طبعا ما قرأناش القطعة كلها علشان الطالب ما يقفش عندها وبالتالي يبقى صعب عليه، عشان ممكن ما يقفش يترجم الجملة كلها. طبعا ده هسيبك أنت. Listen to We always work hard. تايتل الإعلان بتاعك بيتكلم إن دايما نشتغل بجد. فوكاب، كيف فوكاب؟ كلمات أساسية. ميني فورست، ميني فورست، منظمة الغابة الصغيرة. أربن، أربن، معناها حضري. إرث إيد، إرث إيد، معناها مساعدة الأرض. إفكتيف، إفكتيف، معناها مؤثر أو فعال. أهي لوجو، لوجو، معناها شعار لحاجة. organization، organization، منظمة. هعلمك على الكلمة عشان تشوفها. foreign، foreign، معناها أجنبي. region، 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 منطقة. wildlife، wildlife، حياة برية. climate، climate، مناخ. The Western Desert، الصحراء الغربية. The Western Desert، الصحراء الغربية. سناك، سناك، وجبة خفيفة. Competition، Competition، معناها مسابقة. Naturally، Naturally، بشكل طبيعي. Volunteers، خدناها من الليسون اللي فات، معناها متطوع، ولكن هي متطوعون. Data، Equal Information، Data معناها معلومات وبتساوي كلمة Information. Link، رابط، أي رابط بالبيت على النت. جيمناستكس، 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 معناها رياضة الجمباز. ليفينج ثينكس، ليفينج ثينكس، كانت حية. افكتس، افكتس، مؤثرات. نورمالي، نورمالي، طريقة عادية أو طبيعية. موفمنت، موفمنت، حركة. لوكيشنز، لوكيشنز، مواقع، لو هو بنبعت لحد اللوكيشن بتاعنا. موفي سيتر، موفي سيتر، معناها دار عرض سينمائي. ريجولار اند ريجولار فيربس، الافعال المنتظمه غير المنتظمه. اوفر معناها بيعرض، لما افتح اوفر ضفنا الاي دي. كولكت، كولكتد، جوين، كولكت معناها جمع، وما افتحها جمع. جوين ينضم، جويند انضم. ريجولار فيربس، بيكم، بيكيم، يصبح، أصبح. understand، understood، يفهم، فهم. drive، يسوق. drove، سائق. important exhibitions، معناها التعبئات المهمة. over time، بمرور الوقت. look after، خد بالك منها دي، معناها يعتني بي. late for، متأخر بي أو متأخر عن. at all، على الإطلاق. a few time، a few times a month، مرات قليلة شهريا. كليك اون، ينقر على او يضغط على. دو اسبورت، يمارس الرياضة. ميت اب ويز،
تقابل مع find out يكتشف angry with غاضب من reading listen and reading what is Menopause ما هي الغابات الصغيرة Menopause is an organization which grants small areas of trees in the middle of our city هي عبارة عن غابة صغيرة هي منظمة بتزع مساحات صغيرة من أشجار وسط مدينتنا أو وسط مدينتنا These special green areas help people enjoy nature and help our wildlife هذه المناطق الخضراء هي عبارة عن مناطق بتساعد الناس يستمتعوا بالطبيعة وكمان بتساعد الكائنات أو بنسميها الحياة البرية like plants animals and other living things وكمان مثل النباتات والحيوانات والكائنات الحية الأخرى At many forests we always work hard to find the best urban locations for our forest يقول لك في منظمة الغابة الصغيرة نعمل دائما لإيجاد أو بجد لإيجاد أفضل المواقع الحضرية لغابتنا okay. Where people and wildlife need nature most المكان اللي الناس بتحتاج والحياة البرية بتحتاج إلى الطبيعة بشكل أشد أو بشكل شديد We never grow foreign plants in our projects. احنا في مشاريعنا ما بنزرعش نباتات أجنبية. We always plant trees that grow naturally in an area and we carefully look after them until they become a small forest. احنا ما بنزرعش لنزرع نباتات أجنبية ولكن بنزرع نباتات بشكل طبيعي في المنطقة وبنعتني بها بحيث حتى تصبح غابة صغيرة نعمل عادة أيضا مع المجتمعات المحلية لزراعة الغابة أو زراعة الغابات ورعايتها بشكل أبمر الوقت We collect data from every forest we plant a few times a month بنجمع معلومات عن الغابة في مرات قليلة كده أو كذا مرة بس قليلة في الشهر لا نزرعناها الغابات اللي هم زرعوها This helps us understand the effects of the new green space on the people احنا ده بيساعدنا ان احنا نشوف ما تأثير المنطقة الخضراء اللي احنا زرعناها دي على الناس Wildlife الحياة البرية and the climate of the area وكمان على المناخ بتاع المنطقة We rarely have enough volunteers to help us with our projects احنا قليل جدا من بنلاقي متطوعون يشتغلوا معانا او يساعدونا في هذه المشاريع او في مشاريعنا So we are always happy when people offer to help us احنا كده بنبقى فرحانين جدا لما نلاقي حد جاي يساعدنا او يعتني بالحاجة دي او يساعدنا في هذه المناطق Click on the link to find out more دوس على اللينك اللي هو سايبهولك دي او سايبهولك ده في الكتاب عشان توصل لمعلومات افضل او معلومات اكتر اوكي تعال نخش هنا في زمن اسمه البريزنت سيمبل طبعا البريزنت سيمبل احنا عاملين له فيديو خاص بيه على اليوتيوب ممكن حضرتك تخش تشوفه ولكن هنعمل ليه كويك ريفيجن كده اوام علشان حضرتك تتذكره بريزنت سيمبل We use the present simple tense to talk about habits and routines. نستخدمه لما نتكلم على عادة عندنا أو حقيقة علمية. أو routines. زي يعني حاجة بعملها يوميا روتين عندي. I drink tea every day. بشرب شاي كل يوم. I go to my aunt every day. بروح كل يوم لعمتي. I go to the club on Friday. بروح كل يوم الجمعة النادي. يبقى حاجة بعملها في اليوم بيكون روتين عندي او عاده عندي يوميا الفورميشن التكوين الهي والشي والات اللي احنا بنسميهم السنجولار بروناونز الضمائر المفرد مالهم بنضيف للفعل الاس والاي اس والاي اي اس يبقى تاني الضمائر المفرد بتاعتنا لا بنسميهم الهي اللي هم
الهي والشي والات، بنضيف للفعل اس والاي اس والاي اس، تمام كده؟ طيب بيت الضمائر بتاعتنا اللي هو الاي والزي والوي واليو، الضمائر دي مالها؟ اللي هو اس بروناونز، قال لك الفعل بلس انفينيتيف، الفعل في المصدر. يبقى مع الهي والشي والات بضيف للفعل اس، اما الزي والوي واليو والاي الفعل بينزل بدون اي اضافه في الانفينيتيف. يعني بص هنا كده المثال، هنا قال لك ايت، ليه ايت؟ عشان مع الهي والشي والات، اما هنا الاي والوي واليو والزي قال لك الفعل يبقى ايت فقط بدون اي اضافه. اوكي اوكي طبعا هو هنا جايب لك الهاف والهاز، هو الهاف والهاز معنى يمتلك، الهاف للجمع مع الزي والوي واليو والاي، والهاز مع الهي والشي والات. دايما اي حاجه بيكون اخيرا اس كده بيكون مع الهي والشي والات. المهم خليها في موضوعنا النفي. ازاي بنفي زمن المضارع البسيط بزن سمبي النيجاتيف؟ don't و doesn't، بنفي ب don't و doesn't. doesn't بتروح مع الضمائر اللي هو الهي والشي والات، اي حاجه قلنا اخرها اس كده does يعني اخرها اس بتروح مع الهي والشي والات. اما don't زي والوي واليو والاي، انا اقول اي don't، لكن لما اجي اقول هي اقول هي doesn't. اوكي اوكي ملحوظه بس بسيطه ان do و does او don't و doesn't verb plus infinitive، الفعل بعديها او followed by verb plus infinitive بتتبعها الفعل في المصدر. do و does الفعل بعدين في المصدر حتى لو كان الضمير بتاعك مفرد، حتى لو كان هي او شي او ات. ليه؟ ان does بتتبعها الفعل في في المصدر، وده بيقول طيب ايه يعني عشان احفظه، ان does قويه شويه على الجمله بتخلي الفعل ينزل في المصدر. طيب عايزين نديك مثال على الكلام ده، بص كده اول ما فيش مثال احاول انا اكتب لك مثال هنا كده، بص المثال انا اكتبه لك. he doesn't watch TV on Friday. هو لو شاهد التلفزيون في يوم الجمعة. لو انت خدت بالك ان فعل watch، فعل watch انا ما حطيته هنا، لكن ركز كده معايا، فعل watch لما عزته في الجملة هنا نزل في المصدر بدون اضافة، على الرغم ان هنا عند الفاعل بتاعك هي، وانت من شويه مس قلتني مع الهي والشي والات بينزل الفعل في المصدر حصل، ولكن مع الهي والشي والات في حاله وجود does الفعل ينزل في المصدر، ان does لان does بتخلي الفعل في المصدر حتى لو كان الضمير بتاعك مفرد اللي هو البرونوم بتاعك. فبالتالي لو انت عاوز تحط الاي اس للفعل، لو انت عاوز تحط الاي اس للفعل شيل doesn't او does من الجمله. اوكي كده ملحوظ بس قبل ما نكمل، هيجي حد ثانيه مثل هو امتى اضيف الاس او الاي اس او الاي اس للفعل؟ بضيف الاس للفعل هي معلومه بس بنسميها الاكسترا نوتس، يعني زي معلومات اضافيه. بضيف الاس للفعل لما يكون فعل، لما يكون الفعل نهايته واي بس قبل الواي حرف متحرك vowels زي play، وايضا لما يكون الفعل نهايته e زي فعل decide الاصل بتاعه e اخره e يعني. بضيف ال c ال 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 e s لما يكون الفعل نهايته ch ال sh ال ss وال oz. طب امتى بضيف الفعل نهايته ال i s؟ لما يكون الفعل نهايته y بس قبل ال y حرف ساكن كونسنت وليس فاولز، تمام كده؟ يكون قبليه حرف ساكن زي فعل فلاي او فعل كراي يبكي، فشيل الواي بقى وابدا احط مكانها الاي اس، تمام كده؟ اوكي بنسال على الزمن ده بدو وداز، وقلنا داز من شويه هي للمفرد اللي هو الهي والشي والات، والدو برضه للجمع اللي هو الاي والزي واليو.
اوكي، قلنا الدو والدوس بيتم الفعل في المصدر زي ما شرحنا من شويه في الفعل بتاع الجمله اللي عملناها هي doesn't watch تي في. دو داز لو جم في الاول يبقى اكزيلر فيرب او هيلبنج فيرب معنى هل، او يجب على اداه الاستفهام كفعل مساعد ما لهمش ترجمه. المهم بقى عندنا المهم ده اللي موجود حاجه اسمها الكي ووردز. الكي ووردز معناها الكلمات الداله، هي الكلمات اللي بتدل على الزمن في حاله وجودها. لازم تعرف ان الموضوع بسيط، يعني من الاخر كده هي بتلمح لك للزمن، موجودها بيلمح لان انت بعد كده تاخد ازمنه كتير جدا زي الماضي زي المستقبل. كل زمن ليه كلمات داله. ايه بقى الكلمات الداله ولازم تحفظ؟ اولا انا بس ابدا من يمين اول، الويز دائما، يعني دايما بعمل الحاجه دي 100%. يجولي عاده بعملها بنسبه 80%، يعني 80%. اوفن غالبا او اوفتن، الاثنين نقطه بتاعها صح بنسبة، يعني بعمل الحاجة دي 70 مثلا بريسنت معاه حوالي 70%. sometimes أحيانا 50%، 50% بعمل الحاجة دي، يعني أحيانا بعملها أحيانا لأ. rarely معناها نادرا لا بعملها، never أبدا حاجة ما بعملهاش أبدا. طيب ناخد بالنا كمان من حاجة عندي اسمها how often، ناخد بالنا من الكلمة دي كويس جدا. و how often معناها كم مرة، كم مرة بعمل الحاجة دي؟ بيسألك دايما على كم مرة أو عدد مرات في الحاجة اللي بنعملها. لما تلاقي دايما يقول لك هاو وبعدها نقط في زمن المضارع البسيط، خد كلمة اسمها أوفن. تيجي نحل؟ يلا. نمبر 1، ندى أوفن، أدي ندى، وأدي الكلمة الدالة اللي هي كلمة أوفن على زمن المضارع البسيط. قلنا مع الندى اللي هي معناها شي، قلنا مع الهي والشي نضيف فيها الإيه؟ إس، هتبقى واتشز. عمر لما دونت لما دازنت هتبقى عمر دازنت، اوكي، عشان عمر ده مفرد، عمر دازنت درينك كوفي فور بريكفاست. اون سندايز في يوم السبت، اي الويز طبعا اهو، ادي الويز بيدل على زمن المضارع. بص انا بحل معاك اهو واحده واحده عشان تفهم، الويز بيدل على زمن المضارع البسيط، فبالتالي الاي هتاخد الفعل في المصدر تبقى جت. هاو اوفن دو يو سبيس دينر، طبعا الدو اول يو بتخلي الفعل ينزل في المصدر هتبقى ميك، اوكي. وي سبيس سبيك انجلش دورينج اور انجلش ليسونز، احنا حاجه بنتحدث الانجليزي اثناء حصه الانجليزي، يبقى احنا دائما الويز. وي سبيس جو تو ذا بيتش ان وينتر، اتس تو كولد، احنا ما بنذهبش الى الشاطئ في الشتاء الجو ساقع، يبقى وي نيفر، نحن ابدا. هاو احسن من شويه اسمها هاو اوفن، كم مره او كم عدد المرات اللي بنعملها. هاو سبيس دو يو جيت اب ات هاف باست 6 اي ام، قال له توايس ا ويك، كم مره بتصحى فيها الساعه 6 ونص، قال له مرتين في الاسبوع. ماي فاذر سبيس تو ورك باي كار، خد بالك من الجمله دي، هنا جوز نيفر مش تنفع ولا جوز اوفن مش تنفع، ليه؟ لازم الكلمه الداله الاول، اما يجولي جوز اما جوز يجولي، فطبعا هتبقى يجول الجوز لازم الكلمة الدالة في بداية الجملة. نمبر 9، رقم 9، ميس ميرفت بيس جوز تو ورك ايرلي، شي نيفر كامز ليت، ميس ميرفت حاجة إلى الشغل بدري هي ما بتأخرش، طبعا هتبقى دائما بتروح الشغل بدري. شي هاز جيمناستكس ليسون، شي اونلي جوز اون ستاديز، هي بتروح الدرس بتاع الجمباز حاجة، هي بتروح مرة واحدة يوم السبت، يبقى بتروح once a week، once a week معناها مرة واحدة. My brother practices his favorite sport space he never misses a day، هو أخويا بيمارس رياضته المفضلة، حاجة هو ما بيغيبش منها، ما بي يعني ما فيش حصة ما بيروحها، يبقى هو بيروح كل يوم، اسمها إيه؟ every day، كل يوم. How often space نهى، نهى دي مفرد هتاخد does اللي هي she، يعني قلنا مع اللي هي والشي قلت بتاخد does. The weather it talks not أو space sunny in Egypt in summer، خلاص في مصر الموضوع سهل جدا، فحضرتك هتعمل ايه؟ قلنا من شوية ان الكلمة الدالة
بتيجي قبل الفعل، لكن هنا بقى الفيرب تو بي اللي هو الام والاز والار لازم يجي قبل الكلمه الداله. فهنا عندي الويز از مش معاك، ولا نيفر از مش معاك، ولا يجولي از مش معاك، هتبقى از يجولي. وبالك من النقط دي مهمه جدا، ان الفيرب تو بي اللي هو الام والاز والار لازم يجي قبل الكلمه الداله وليس العكس. هاني سبيس درينكس، هيجي حد هنا بكل سهوله هيقول لك doesn't يا مستر، عشان هاني من قلت من شويه يا اما don't يا اما doesn't، وهاني ده مفرد فنختار doesn't. اقول لك بس خد بالك ان الفعل هنا بتاع drinks متضاف له اس، تمام كده هعلم لك عليه، متضاف له اس، وقلنا do does بيتبعهم الفعل في المصدر بدون اس للفعل. طيب هنعمل ايه يا مستر؟ هنا هنختار نفس الكلمه تديك النفي بتاعها، هي كلمة اسمها never. We sometimes space cycling on holidays، نحن أحيانا بنركب العجل في الأجازات أو cycling ركوب العجل. يبقى كلمة ده اللي هو كلمة sometimes، وده we تاخد الفعل بدون إضافة. طيب هنا أريد أن complete the sentence with the correct form of the words between verbs. هنختار هنبدأ الكلمة اللي بين القوسين دي فيها مشكلة، لما نجيب كلمة من بره لما نعدل فيها. My brother likes dates، أخويا بيحب التمر. He space eat أو eats them. ملحوظة بس بسيطة، لما تلاقي كلمة never حط مكانها كلمة always والعكس صحيح. بس أنا هقول لك جملة بيقول لك إن أخويا بيحب البلح، هو دائما بياكلهم، فطبعا هنحط كلمة دائما اللي هي كلمة always. تمام اوكي. نمبر 2، شي نيفر، طبعا الشي بيتبعها الفعل بضيف له الاس، وعندك كلمه نيفر هي الكلمه الداله على زمن المضارع. نمبر 2، شي نيفر سبيس ان هيلثي فود، طبعا قلنا نيفر كلمه داله على زمن المضارع البسيط، ودي شي هنضيف الاس الفعل اللي معناه هي، وشي هنضيف اس هتبقى ايه؟ ايتس. نمبر 3، هاو اوفن، من غير ما اتكلم يا مستر بجيب لك كلمة دو، هنحط اختها عندنا اللي هي كلمة ايه؟ داز في الجملة. نمبر 4، زي سبيس بلي يجولي، طبعا لما بنلاقي حاجة زي كده بنعمل ايه فيها؟ بنعمل عملية انعكاس ليها، لأن طبعا احنا قلنا الكلمة الدالة بتيجي قبل الفعل وليس العكس، هتبقى يجولي بلي وليس بلي يجولي. نحاول نكتبها جنب قدامك اهو، تبقى يجولي بلي. اوكي نمبر 5، وي الويز ووك تو سكول، من شرط لما تلاقي كلمه نيفر وحط مكانها كلمه الويز، لما تلاقي الويز حط كلمه نيفر وهتبدا تشوف الكلام ده. طيب وي سبيس الويز ووك تو سكول بيكوز اور سكول از فيري فار، نحن ابدا ما بنمشيش الى المدرسه ان المدرسه بتكون بعيده علينا، فطبعا نحط هنا كلمه ايه؟ نيفر. نمبر 6، ماي سيستر اند اي سمتايمز، انا واختي، طبعا هتبقى بلاي لان انا واختي ده جمع، فلازم نحط الفعل في المصدر غير كده ان قبلها كلمه اي اهو لو انت اتلخبط. نمبر 7، شي سايز هارد سو شي، زي ما قلنا من شويه ما تكون كلمه نيفر او تكون كلمه الويز، لكن اثبت لك ده ان شاء الله هنكمل بيت الجمله. شي سايز هارد، هي دايما بتذاكر بجد، سو شي نوت جيتس ا جود جريد، عشان كده بتجيب درجات عاليه، يبقى عشان كده هي دائما مش نيفر، يبقى الويز. نمبر 8، هي اوفن، هو غالبا، هي ادي كلمة اوفن كلمة دالة، فمع هي وشير تحط اس فيها، طبعا هشيل اضافات اللي عندي اللي هي كلمة ريدنج، هنشيل اي ان جي ونخليها ريس بالمنظر ده. نمبر 9، اي ام الويز اون تايم، انا دايما في الوقت المناسب. اي ام سبيس ليت، انا ما بتاخرش، يعني دايما باجي ملزم في مواعيدي، يبقى انا مش بتاخر، يبقى اي ام نيفر ليت، مش بتاخر. اوكي كده شرحنا زمن المضارع البسيط، شرحنا ليسون 1 اند 2. ليسون 3،
ذا سيلفيش جاينت، الرجل العملاق الأناني. ريلاوي لاين، خط السكة الحديد. سيلفيش، أناني. خد بالك من كلمة تاني، سيلفيش أناني. لوكال ريسيدنس، لوكال ريسيدنس، السكان المحليون. جاينت، عملاق أو ضخم. امبتي، فاضي. هول، فتحة أو ثقب. ارت ووركس، ارت ووركس، أعمال فنية. تيست، تذوق. لافلي، جميل. فيو، فيو، منظر جميل أو منظر طبيعي. سيزن، فصل. سبيسيز، سبيسيز، نوع أو فصيلة. سايلنت، صامت. صامت، سايلنت. تايني، تايني، ضئيل الحجم. ذا هاي لاين، ذا هاي لاين، خط العلوي، خط السكة الحديدي. سلولي، ببطء. فلور، طابق أو دور. سيتا بيرفورمانس، سيتا بيرفورمانس، عرض مسرحي. رونج، طبعا الدبليو هنا سايلنت ما تنطقش. رونج، خطأ. برانش، غصن. سوفت، ناعم أو لين. سدنلي، سدنلي، فجأة. ساوند، صوت. فيموس، مشهور. نويزي، معناها ضوضاء أو مزعج. regular and irregular verbs، أفعال أو تصريف الأفعال. create، ينشئ. bass، يمر أو يعبر. miss، يفتقد. share، يشارك. cover، يغطي. know، يعرف. feel، يشعر. hang out، يخرج. tell، يخبر. fall، يسكت. exhibitions، important exhibitions، استعبات مهمة. decide to، يقرر أن. on the way home، في طريقهم للمنزل. fly up into، تطيل لأعلى إلى. pass through، يمر عب. make into، يحول إلى أو يحول إلى. fly away، يطيب بعيدا. come back، يعود. far from، بعيد عن. look out of، ينظر من. spend time، يقضي الوقت. what's wrong، ما الخطأ أو ما المشكلة. تعال نقرأ الريدنج بتاعنا، وهو من أهم الريدنج الموجود في يونت 1. The selfish giant، الرجل العملاق الأناني. The beginning، البداية. In a village there lives a giant who has a wonderful garden. في القرية راجل كبير كده عايش بس بخيل، هو عملاق، عنده حديقة جميلة. In his garden there are tall trees، كمان في حياته فيه أشجار عالية. beautiful flowers and soft green grass، وفي كمان زهور ناعمة وعشب أخضر. there are colorful birds singing in the trees and bees on the plants، كمان هناك طيور بتغني على الأشجار وأيضا على النباتات يوجد النحل. every afternoon on their way home from school the local children come to play in the giant's garden، الأطفال كل يوم راجعين من المدرسة على الظهر بعد ما يخلصوا المدرسة بتاعتهم بيروحوا لحديقة الراجل ده بيلعبوا فيها. the lovely garden always makes the children happy، دايما بتخلي الأطفال سعداء الحديقة دي. زميلي المنتصف. But the selfish giant doesn't want to share his garden، ما كانش عاوز يشارك حديقته أو يخلي الأولاد يلعبوا فيها. So one day he builds a big wall around it، في يوم قام جه بقى بنى إيه؟ سوق كده حواليها. Now the children never come there to play، خلاص الأطفال دلوقتي مش عارفين يخشوا يلعبوا فيها. The days pass and the garden is always empty and silent، خلاص أيام بتعدي بقت الحديقة اللي كان فيها صوت الأطفال بيلعبوا وهكذا بقت فاضية وصامتة. slowly the green grass turns brown، خلاص النبات أو العشب الأخضر بقى يتحول لونه للون بني. the leaves fall from the trees، كمان الأوراق الشجر بدأ يقع من على الأشجار. then snow covers the garden and all the birds and bees fly away، والثلج غطى الحديقة وكمان كل الطيور والنحل مشي طار. spring arrives in the village but in the giant's garden it is still winter، الربيع جه
خلاص المفروض بقى الدنيا تفتح والزور تفتح، ما زال لسه في حديقته في ايه اللي هو الشتاء. Everything is under the snow، كل شيء متغطى بالثلج. The giant doesn't understand. Usually his garden is beautiful in spring. هو الراجل ده متعود دايما ان يكون حديقته كويسه في الربيع ومفتحه، اشمعنى لسه في الشتاء ولسه ليه في ثلج؟ What is wrong؟ ايه المشكله؟ Then one morning he wakes up and hears a lovely sound. في يوم من الايام صحي وسمع صوت جميل. A little blue bird is singing in a tree outside. شاف كده طائر لونه ازرق جميل بيغني خارج البيت في الحديقه يعني، واقف على شجره بيغني. Then the giant hears another sweet sound. سمع كمان صوت جميل. Children laughing والاطفال بتضحك. The end. النهايه. He looks out the window and sees that the children have come back through a hole in the garden wall. بص من الشباك ورأى أطفال عادوا من خلال ثقب عملوه في جدار الحديقة، الجدار اللي هو عامله أو الحيطة اللي هو عملها، عملوا فتحة فيها دخلوا منها. Now they are sitting in the trees وقاعدين كمان على الأشجار بيلعبوا. The leaves on the trees are green again and the flower are opening around them. وكمان خلاص الأشجار بدأت تتفتح والزهور بدأت تفتح اللي هي موجودة على الأشجار. The giant feels so happy to see his garden grow again. كان فرحان قوي ان الحديقه بتاعته رجعت زي الاول تاني. But in one corner of the garden it is still winter. ولكن في لسه زاويه او منطقه في الحديقه ما زالت فيها شتاء. The giant sees a tiny boy standing there. شاف ولد صغير واقف هناك. tiny يعني ضئيل في الحجم يعني ممكن قصير شويه. It is too small to climb up into the tree. قصير قوي ان هو يعرف يتسلق الشجره. Suddenly the giant understands everything. فهم كل حاجه. Now I know why Spring didn't come. انا دلوقتي عرفت ليه كان ربيع عاوز يجي لي هنا. He says I think it is because I was selfish and selfish about my garden. ان انا كنت اناني جدا عن حديقتي او اناني جدا في حديقتي. He goes out and helps the little boy climb up into the tree. راح وساعد الولد ده ان هو يطلع على الشجره. Suddenly all the leaves on the tree open and the birds fly up into its branches and start to sing. خلاص كل حاجه بدات تطلع تاني والزهور طلعت وبدات الطيور تغني وكل حاجه رجعت زي الاول. When you are not selfish لما انت بتكونش اناني. The giant says Good thing is having الأشياء الجميلة بتحدث. يعني دي المغزى من القصة. اوكي؟ طبعا هنا ده الإيميل، والإيميل أنا شرحناه في فيديو خاص بيه، ممكن حضرتك ترجع له وتبص إزاي أنا كنا بنحل الإيميل. تمام كده؟ اللي هو to from subject اللي حضرتك تنطلق فيه، وليه فيديو بص عليه. Lesson 4 and 5 Writing Project. هو هنا بيتكلم ان وقنا ازاي بنكتب الايميل، بيديك شرح حاجات كده، شرح كلمات هي خاصه بالايميل انها شرح او بالمنهج. Informal معناها غير رسمي، ولو كلمه formal لوحدها معناها رسمي. Closing phrase معناها العباره الختاميه. Caption معناها تعليق. Distance معناها مسافه. Tune نغمه. Opening phrase العباره الافتتاحيه. Meadows معناها الموج اللي هو المراعي يعني مساحات خضراء كبيرة. Especially خاصة. Finally في النهاية. Infographic مخطط توضيحي. Scottish food طعام اسكتلندي. Squares ميادين. Worm دافئ. Famous مشهور. View منظر أو رؤية. Tradition تقليدي. قلعة ادنبرا في اسكتلندا. انا بس عاوزين بس كلمة كاسل بس مش تمينا قلعة قوي. كاسل. ايرو معناها سهم. Imagine exhibitions on the other side of على الجانب الاخر من. Write back soon اكتب لي رد قريبا. Put on يضع على. Lots of love كثير من الحب. To the edge of الى حافة.
How are things you with you؟ كيف تسير الأمور معك؟ It's special for me، إنه مميز بالنسبة لي أو بالنسبة لي. In the distance، من بعيد. هنا هو بيعلمك إزاي تعمل الانفورمال إيميل. إيميل عبارة ختامية opening phrase، informal and friendly language اللي هو بنسميها زي عبارات كده صديقية أو عبارة صديقة غير رسمية، وفي الآخر closing phrase العبارة الختامية. يعني في العبارة الافتتاحية زي اللي هو نقول له how are you، I hope you are fine، أتمنى إنك تكون بخير. ده يعني بندخل بيها طبعا بنتكلم هنا على العبارة الختامية اللي هي زي المقدمة يعني. بعد كده بنخش على طول. طبعا احنا عرفنا قبل كده حاجه اسمها الفروم تو السبجكت، المن والى والموضوع. بعد كده بنقول له دير عزيزي، وبنكتب له حاجه اللي هو عاوزها. بعد كده اللي هو الشخص المرسل اليه، طبعا ده مشروح بالتفصيل في الفيديو بتاعه. بعد كده بنكتب له مقدمه اللي هو هاو ار يو، اي هوب يو ار فاين، دي مقدمه. بعد كده بنخش على طول في اللي هو المين بارت، الجزء الرئيسي اللي هو الموضوع نفسه. بعد كده في الاخر بنكتب له زي عبارة ختامية closing phrase اللي هو please write back soon. يبقى دي احنا كده قلنا العبارة الافتتاحية اللي هو بنسميها اللي هو مقدمة، اللي هو بنقول له how are you، كيف حالك، اللي بتحط في البداية هنا المقدمة دي. وبعد كده بنحط الجزء الأساسي أو الجزء الرئيسي اللي هو العنوان نفسه. في الآخر بنحط حاجة اسمها الإيه، العبارة الختامية. ممكن نقول له please write back soon، بعد إذنك اكتب لي في أقرب وقت ممكن. أوكي، تعالى نبدأ بقى نحل ال reading. طبعا احنا قبل ما نحل هنا في اهم الباراجرافز، خد بالك منهم، هم اهمهم في الوحده كلها. طيب نحل بقى الجنرال اكسرسايز اون يونت 1. هنسيب دلوقتي من ليسن. طبعا اول سؤال في الامتحان بيكون ليسن، ليسن السؤال الاول والسؤال الثاني نمبر 3. وقلنا قبل ما نحل في السؤال ده لازم نترجم الكلمات الموجوده فوق. read and complete the text with the words from the box. volunteers معناها متطوعون، market معناها سوق، tomorrow غدا، green اخضر، وvegetables معناها خضروات. زي ما تعودنا دايما هنمشي هنجيب عند النقط، ما نقعدش نقرا القطعه كلها عشان ما نوجعش دماغنا وفي كلمات تقف معانا. نمبر 1 او نقطه رقم 1 نقط سبيس، طبعا هتبقى green space معناها المساحات الخضراء، كانت كلمه على بعضيها اصلا. نمبر 2 نمشي قبليها ثلاث كلمات كده، they are all، هم كلهم بيكونوا طبعا volunteers مستوعون. نمبر 3 they grow، هم بيزرعوا، يبقى بيزرعوا الايه، the vegetables الخضروات. نمبر 4 sell them in the، بيبيعوهم فين، في الماركت في السوق. شفت الموضوع سهل ازاي؟ خلصنا منه في شكل تقريبا في اقل من 3 4 ثواني. السؤال الرابع choose the correct answer from A B C O D، اختار. There is nothing in the bag، مفيش حاجة في الشنطة. It's طبعا empty معناها ان هي فاضية. His base eats dates as a snack، he loves them، هو حاجة البلح كنوع من انواع يعني سناك، وجبة خفيفة، معنى كده ان هي بتكون he loves them، هو بيحبها، يبقى هي يجولي، هو مش جايب الويز، هو جايب يجولي، مش ينفع نوت ولا نيفر ولا ايرلي، ان هو بيقول لك هنا ديون. She space very delicious food for her family every day، طبعا كلمة every day بتدل على زمن المضارع البسيط، فبالتالي مع هي وش و ات تاخد الفعل في الايه، الاس. برافو عليك. نمبر 4 they prefer to eat natural and، وبيفضل ان هو ياكل حاجة طبيعية و بنقول عليها عدوية، يبقى organic. we prefer to eat fruit that is without any، احنا دايما بنحب ناكل الخضروات او الفواكه بدون اي chemicals معناها المواد الكيميائيه. نقرا القطعه. in a village there lives a giant who has a wonderful garden، طبعا احنا قراناها وترجمناها قبل كده. in his garden there are tall trees، انا في قريه عايش راجل عملاق اناني، وكان الحديقه بتاعته فيها اشجار طويله، beautiful flowers and soft green grass، وكان فيها اشجار طويله وورود جميله وناعمه وعشب اخضر. there are colorful birds singing in the trees and bees on the plants، وكان في كمان الطيور بتغني والنحل اللي واقف على الشجر او واقف على النباتات. every afternoon on the way home
from school the local children come to play in the giant's garden. هم الأطفال جايين من المدرسة بيحبوا يلعبوا هناك في الإيه، في الحديقة. The lovely garden، طبعا كلمة lovely معناها beautiful، جميل، مش تبقى عندنا كلمة بيها. The lovely garden always makes the children happy، دايما بيخليهم الأطفال سعداء. But the selfish giant doesn't want to share his garden، ما كانش عاوز يشارك حديقته مع الأطفال. So one day he builds a big wall around it، عشان كده بنى سور حواليها. Now the children never come there to play، دلوقتي الأطفال ما بيحبوش يجوا يلعبوا، أو ما بيعرفوش يجوا يلعبوا فيها بعد ما بنى السور. The days pass and the garden is always empty and silent، أيام بتعدي وخلاص أصبحت الحديقة فاضية وصامتة. The green grass turns brown، خلاص الأشجار تحولت لبنية. The leaves fall from the trees، وبدأت الأوراق تقع من على الشجر. Then snow covers the garden and all the birds and the bees fly away، خلاص كمان التلج غطى جميع الحديقة والطيور مشيت هي والنحل. كلمة lovely هنا معناها ايه؟ قلنا هنا معناها beautiful اللي هي معناها جميل. The giant lives in a، العملاق ده عايش فيه، هو كان قايل لك فوق طبعا هو في اول سطر، in a village في قرية. The giant is، الجاينت العملاق ده بيكون طبعا selfish اناني. Why do children like the giant garden؟ ليه الاطفال بيحبوا يروحوا هناك حديقة الايه؟ الشخص ده. هو قايل لك فوق ان طبعا فيها طيور جميلة، هناك أشجار عالية أو أشجار كبيرة، فيها أشجار كبيرة وفيها طيور بتغني. دي كلها الإيه؟ الإجابة. يبقى نمبر 4. How is the garden now؟ ما هي حال الحديقة دلوقتي؟ طبعا هو قال لك حال الحديقة ان هي خلاص اصبحت مغطاة بالثلج والطيور مشيت وكل حاجة ايه؟ مشيت. السؤال السادس، read and complete the sentence with the correct form the words between practice. طبعا هنا بيقول لك كمل بكلمة صحيحة او هنغير في الكلمة بين قوسين. Do you، طبعا الدو بيتبعها فعل في المصدر، فلازم هنا احط الفعل في المصدر، هنشيل منه الاي نجي اللي فيها، تبقى فعل study فقط. نمبر 2، شي من شويه قلت لك، او ما كنا بنحل لما اجيب لك كلمه بين قوسين هتعمل عمليه ايه؟ كروس بينهم او تحجز بينهم، مقص، فهتبقى الويز ميتس، ان طبعا الكلمه الداله بتيجي قبل الايه؟ الفعل، هتبقى الويز ميتس وليس ميتس الويز. اوكي. نمبر 3، What subject، برضه من شرط لك لما تلاقي كلمة does حط مكانها do و do مكانها does، طبعا عشان هنا اليو فنحط مكانها do. إيه مش على طول، ولكن دي بنسبة 90 أو 99% بهذه الطريقة يعني. زي طبعا زي ما بتاخدش doesn't، زي بتاخد don't. طبعا هو هنا بيشرح كله عن الجمر، مفيش فيه خالص كلمات، هتبقى don't. اوكي. Circle the correct answer، هنختار هنا الإجابة الصحيحة. The community garden helps to، الحديقة النباتية أو الحديقة المجتمعية بتساعد اللي هي تعمل إيه؟ clean the air، بتساعد إنها بتنظف الجو أو الهواء. How، قلنا من شوية أول ما تشوف كلمة how تاخد معاها how many، أنا آسف، how often، إن how often هي اللي بتيجي معناها كم مرة ومع زمن المضارع البسيط. I بتاخد I have، طبعا مش هينفع الهاز لان الاي ما بتاخدش الهاز، اي بتاخد الهاف. اي هاف تو سيستر، عندي 2 من الاخوات البنات. ذا سيلفيش تشايلد دازنت وونت تو، الطفل البخيل ده ما كانش عاوز شير، يبقى كلمه شير هيستوريز، مش عاوز يعمل عمليه مشاركه لالعابه. تعال نبدا نحل سؤال الاوردر اللي هو رتب. نمبر 1 تبقى هاو، how often على طول، هي كلمة مع بعضيها اسمها how often، how often كم مرة، حط بعدها الفعل المساعد على طول، does الفاعل he go cycling،
كم مرة بيعمل فيها السايكلينج اللي هو بنسميها ركوب العجل. اوكي كده الفعل الاتي استفهام هاو اوفن، الفعل المساعد داز، الفاعل هي، وبعد كده الفعل. نمبر 2 وي، نحن وي نحن لوك افتر، الفاعل ثم الفعل، نحن نعتني ب، لا وي نيد تو، نحن نريد ان لوك افتر اور بلانتس. دي كده الاجابه الصحيحه، نحن نحتاج الى ان نعتني بالنباتات بتاعتنا. طبعا هتبقى هو وي الفاعل ثم need to الفعل look after وبقيت تكوين الجملة. يبقى إذا أنا عندي نوعين من دايما فراتيك، النوع السؤال الاستفهامي أتي استفهام الاكزيلر فيرب الفعل المساعد السبجكت الفاعل بلس الفيرب الفعل. أما الجملة الخبرية الستمنت دايما بنبدأ بالسبجكت الفاعل بلس الفيرب بلس الأوبجكت فور ذا ريست سنتنس، باقي الجملة الفاعل ثم الفعل ثم مفعول او تكمله الجمله. اوكي نمبر 3 انا هكتبها تحت هنا عشان ما فيش مكان فوق. وي نحن نحن وي هاف نحن نمتلك a community garden، احنا قلنا الفاعل ثم الفعل اللي هو هاف a community garden. In our neighborhood في الحي أو الجيرة بتاعتنا. دي كده الإجابة بتاعتها. We have a community garden in our neighborhood في الحي أو الجيرة بتاعنا. عندنا حديقة محلية في الحي بتاعنا. Number 4 it، نحط بعد it على طول الكلمة الدالة it. Early هي نادرا. Rains and tomato ادي الفاعل اهو ثم الفعل تكملة الجملة هي نادرا and tomato in the western desert الصحراء الايه الغربية. الصحراء الايه الغربية. طبعا بنكتويشن هنعمل هنا W capital وندور على فعل، مفيش هنا اسم، قصدي ندور على اسم شخص اسم كان، مفيش. ان كان بيت الجملة عادي، طبعا هنا نحط الاي بتاعتنا. We work in the community garden نحط في الاخر اللي هو فول ستوب او البوينت اللي هو النقطة. هنا هنعمل ايه؟ هنعمل الايميل بتاعنا. اول حاجة هنطلع السبجكت بتاعنا اللي بنسميه الموضوع، بعد كلمة زي ما علمتك، بعد كلمة اسمها about موجودة اهو about what you miss in Egypt when you travel، هنكتبها هو اهي what لما قطعك you miss in Egypt when you travel. ده الموضوع. اوكي طيب التو رايح لمين؟ رايح حرف تو فوق اهي، ادي التو فوق اهي، هيروح لزميلك اسمه زاهر وناخد الايميل بتاعه، ادي اهو ادي الايميل بتاع زاهر ده، هناخده نحطه هنا عند كلمة تو. فروم من مين؟ جالك من مين؟ هتلاقي مين اسمك انت اللي هو اسمه اهو فارس، وناخده نحط هنا عند فروم اللي هو فارس فارس مان ات جيميل دوت كوم. ده كده هنحطه هنا، او برضه هكتبهم لك عشان توضح الجملة بشكل اكبر. هنا هنكتب عند تو زهير
اي مات ات جيميل دوت كوم. اما هنا نكتب فارس مان جيميل دوت كوم زي ما هو كاتب بالظبط كده. اوكي هنيجي نكتب هنا في النقطة الصغيرة دي دير عزيزي والشخص اللي رايح له اللي هو عزيزه هير. وهنا هنكتب مقدمة كده بسيطة اللي هو how are you I hope you are fine. ممكن تكتبها ممكن لا عادي، ده كده تبقى مقدمة. هنا بعد كده هنكتب الموضوع بتاعنا عادي اللي انت مفتقده في مصر، واسيبك انت تعمله بقى. هتحطه طبعا في النقطة هنا، حطه في النقط دي، يبقى تعمله واجب ليك في المنطقة دي. في الآخر بقى هعمل له زي عبارة ختامية write back soon، اكتب تاني قريب او ابعت له قريب. وفي الاخر في المنطقة الصغيرة ده هنكتب له كلمة yours، اكتب اسمك فوق فارس عزيزك فارس. وبكده انتهى الايميل بتاعك، ناقص بس اللي هو في الجزء اللي في النص ده اللي هو بنسميه مين توبيك العنوان الرئيسي او الموضوع الرئيسي بتاعك عن what you miss in Egypt when you travel، اللي انت مفتقده في مصر اما بتسافر. اكتب بقى I miss my old friends، I miss my old school، مفتقد اصدقائي، مفتقد مدرستي. اكتب اي حاجه عن حاجات انت مفتقدها، I miss my family، يعني I miss the food. اكتب عن حاجات انت مفتقدها في مصر واتكلم عنها. اوكي كده انتهينا من الوحده الاولى يونت 1 كلمات الجرامر، مراجعه كمان على كل شيء، كمان حلينا التست بتاعها. See you soon. Goodbye.